العبرية ضعف الطرف اليمين لفريق النصر. وقد شاهدنا الأمسية الأولى المذهلة عبر سويسرا. إستر أستوبيلي أسكم في موسم الرياض الرابع. جوردي ألبا تغنية معالي تركي بن عبد المحسن علي الشيخ في ام بي سي في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم بعالق السماء وارفع الخفاق أخضر. وين سي؟ كانت ردة فعل كبيرة من جانب جماهير فريق نادي. كذلك كان يحول مباراته أمام الهلال قزل عليوة والكرة تلعب وتنقل. الله هذا أوتافيو. هذا الله 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 الخطير. هذا أوتافيو يأتي خطيره. الله 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 النصر يبدأ النصر والكرة بالكعب في الكرة الماضية وتعود للنصر تعود لبروزوفيتش. الله حلوة حلوة حلوة. الله عالمي للعالمي. هدف عالمي يا عالمي. ومن لها غير العالمي لأن يسجل هدفا عالميا. الله هنا في موسم الرياض كرة خطيرة والتجديدة. هذه محاولة الآن للنصر كذلك. النصر يتقدم الآن في هذا المكان. الله لتاليسكا. مرور 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 مرور. الله 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 الله. شيء أقرب للخيال ما فعله النصر في قصة الهدف الثاني. شيء أقرب للخيال. شاهدوا الله الله الله. هكذا يحتفل العالمي. هكذا يبرز العالمي أمام أنظار العالم. الله يا لابورت للتاريخ. يا لابورت للتاريخ للتاريخ. شوف التاريخ. الوصول. الله الله الله. النصر يا دود. حالة النصر يا بذكريات كبيرة بإصابة مؤثرة بكرة رأسية الآن تلعب على مرمى النصر وقد وصلت بعد لرويز اللي حاول وتسديده والإبعاد من جانب لابورت. إبعاد من جانب لابورت ولكن لدينا على ما يبدو حالة تسديد وسريع وانطلاقة في هذا المكان. لا زالت خطيرة. هذه السيدة السويسرية نهضت سريعا جدا ولمرة واحدة هكذا يقول. وأعتقد أن معارك بين ميسي وبين كريستيانو رونالدو لكن النصراوية. النصر عليوة وسهلة سهلة. لكن عجبني الولد الصغير اللي معانا في الصورة عبد العزيز على الفوز بالبطولات خطيرة. وأوسبينا أوسبينا أوسبينا يحولها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية ضربة ركنية. هذا أوسبينا. طبعا النصراوي لا يتمنى أن يصاب. في يوم الخميس هذه انطلاقة خطيرة وأكررها الليلة. كرة القدم هي أفضل لعبة اخترعها الإنسان لإسعاد الشعوب. أي نعم هذه مقولتي بالمناسبة. هذه مقولتي. كرة القدم هذه محاولة الآن للفريق الأمريكي. هذه خطيرة ولكن نادر في كرة القدم. ولكنه كان مقصود من معالي تركي آل الشيخ أن تجمع النصراوي والهلالي على ملعب واحد. خطأ خطأ خطأ. لا 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 لا. مرات عظيمة في نفس التوقيت هنا
الانذارات لا زالت خطيرة، التسديدة قوية، لا زالت الانتر ميامي والتسديدة، ولدينا كرة إلى ضربة ركنية، الله ممكن يسجل هدف رابع. أوهو فرصة لقتل المباراة منذ الشوط الأول، وطبعا الدون الآن يترك المقن. مواسم الرياض الرائعة جدا الموسم، أن الأسطورتين والرقصة الأخيرة لم تحضر حتى الآن، ولكن فوز على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية كان حدث المباراة، ينهي المهمة، ينهي الأمور، أو الكرة في متناول حارس المرمى، لكن عمل كبير، عمل هذه لعبة، فرصة للأمام وحارس المرمى وضرب جزاء. السيدة السويسرية إستر سوبيلي تشير إلى ضرب جزاء، هذا اللي كنت أتكلم عنه، الشاب الصغير، الشاب الصغير كانيسكا يتقدم ويسدد ويسجل. حيا بنا، هكذا يقول النصراوي، حيا بنا لمقابلة شقيقنا الهلال في يوم 8 فبراير. رباعية للنصر، رباعية صريحة مستحقة. مباراة هذه المحاولة إلى سواريز، والكرة تلعب وتبعد، ولدينا صافرة ولدينا تسلل في الراية، الراية تأتي على وجود تسلل. من يقود العالم لا شك، ولكن منتخب الولايات المتحدة جديد وفاتحة لعهد مزدهر. وحاول كرة في هذا المكان، خطيرة، فرصة وبضيع، واحدة من أخطر الفرص أواخرة. هذه محاولة قائمة مستمرة خطيرة، فرصة بضيع، وضيع فرصة أخطأ فيها بروزوفيتش، وكاد أن يسجل من خلالها فريق نادي إنتر ميامي. الآن أمام انظار العالم أكثر وأكثر، هدف رابع أو خامس، لكن لدينا كرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، كان الشاب مران في هذا المكان بالرأس، تنحط وتنحط، الله، النصر الجميل، النصر العالمي، كل هدف أحلى من الثاني، الأمسية كلها على بعضها مذهلة، مذهلة. مرون الشاب الصغير ألبا، لكن التبديلات، خروج 8 فبراير والأسطورة طبعا ليونيل ميسي، التألق والإبداع والكرة الآن، الله الله، لكن تسلم، تسلم، ماذا تريد أكثر ذلك يا تاليسكي، ماذا تريد أكثر؟ There is no offside, so we have a goal. لقد وصلت إلى 6 أهداف يا نصراوي يا عالمي، أمام أنظار العالم، العالم يسجل سداسية كاملة، كاملة. نعم ابتسم فات الليلة، يقول للعالم الله 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 الله. يا له، ليونيل ميسي يشارك الآن في الدقيقة الثالثة.